أجل ما تدريش اللي صار لحالك بينهم حايل عشان تشوف ايش الأخبار. تعالوا شوفوا ايش صاير، تعالوا نحلل النشرة، علوم كثير منتشرة تنجح بعضها لكن أكيد ببعضها بنشرة. وينه وين راح؟ وين الرجع؟ تأخر؟ مو معقول ناخذها. هلا وسهلا. هلا معليش تأخرت عليكم. هلا والله بس قررت اليوم اجي بالسكوتر. يا اخي زحمة الرياض يا جماعة. طيب احلى قرار صراحة. بالطول كذا عادي اكمل الحلقة كلها وانا الف. والله يتونس والله انها يا اخي بلشة لما تعطيهم سكوتر كذا. وش تقصد؟ وش تقصد؟ على بطاقتك عارف؟ بالذات اذا على بطاقتك. ها شوف عاد وش تقصد؟ اني انا بزر؟ صح؟ وش تراك؟ انا ما قلتها. خلني اوقف سيارتي الجديدة. ايوه بس خلاص والله انها رهيبة طبعا والله انها ممتازة جدا. فكتني من زحمة الرياض. انت شايف الزحمة خصوصا مع اجازة الطلاب. طبعا هم ما اجزوا لسه بس قرروا انهم يأجزون. اي طبعا على كيفهم من حقهم. لا لا اجزوا رسميا. اجزوا رسميا؟ عاد انت مدرس وتفهم اكثر مني في هذا الموضوع. يا أخي فعلاً السكوتر حل لزحمة الرياض. ما تدور مواقف. المسافة اللي ممكن تأخذها بأربعين دقيقة ممكن تأخذها بعشر دقائق. أكيد هل ممكن فعلاً تصير تجي؟ أنا اليوم جيت الدوام جيت التصوير بالسكوتر. ممتاز. صح شعري اخترب. أوكي. بس صلحوا الشباب. صلحوا الشباب فينا قبل ما أدخل الحلقة. ممكن تستخدم سكوتر؟ لو عملي قريب من البيت بالفترة مسافة كافية ممكن استخدمه. إيه أنا قريب قريب واخذ وقت طويل علشان الاشارات علشان الزحمه ما القى موقف. حتى ترى مو لازم الدوام عبد المحسن. احيانا لما تطلع تتسوق وقف سيارتك بعيد شوف منطقه فيها سكوترات وروح خذ وتطلع من مكان لمكان واسرع وناس وتستانس. اي اي تستانس طبعا خصوصا اليومين هذه الاجواء تحفه. الحين لاول مره عرفت ليش الناس في الاماكن العامه رايحين راجعين بهالسكوتر. رايحين راجعين بهالسكوتر. فعاليات اقول لك اجرب أجره. أيوه. ممكن أطلع فلوس ممكن. بعد الحلقة. لا وكمان في شغلة مهمة. الصيف الصيف حر. صكة الشمس الريحة العرق بالضبط ما ممكن يشكل مشكلة للي يستخدم سكوتر. ممكن أنا شايل هم الصيف. أيوه. من الآن. أيوه. إنك توصل دوامك وأنت مبهدل مشكلة. لا شوف هو يعتمد على وين في الصيف وأنت هل في أبنية تسوي لك. طبعاً بتطلع في الساعة 12 الظهر حتى بالسيارة حر. أيوه. عارف ولكن في اوقات اللي يقدر في بعض الناس عندهم في اماكن العمل اماكن تغيير يقدر يجي بالهذا ويخلي كم في مقطع انتشر في كل مكان لواحد اسمه تركي الشهري يعمل في المدينه الرقميه هنا في الرياض. يقول خلاص انا اعتمدت السكوتر فعليا يروح ويرجع فيه. ممتاز. هو مجرد ما تاخذ الجراه وتاخذ القرار حتشوف النتائج على طول. طيب نروح للاخبار السريعه. يلا نروح للاخبار السريعه. في أخبارنا الليلة موقف بطولي لشاب أنقذ طفلاً من موت محقق دهساً في مدينة الخرج أو خلينا نقول محافظة الخرج. والله صراحة هو موقف فعلاً بطولي وفي حكمة. وخلينا نتكلم عن الموضوع. طبعاً حساب اسأل الخرج نشر فيديو عن شاب كان يسوق في أحد الطرق وكان في طفل صغير في المسار الأيسر وهو ما كان في نفس المسار فهدى. يقول أنا هديت على أساس الطفل يقطع. شاف الطفل واقف مكانه فانتبه أنه في سيارة جاية من وراء مسرعة في نفس مسار الطفل. فايش سوى هذا عبد الله؟ حاول أنه يحجز عشان السيارة اللي وراء تهدي وصار حادث بسيط بينهم. طبعاً ولكن... زي ما قاعدين نشوف عبر الشاشة الآن المشاهدين جالسين في الرجاء اللقطة. أسلم. فصار الحادث صار بين السيارتين ولكن صراحة نجى الطفل من حادث كان محتم. واو. يشكر عبد الله على سرعة اتخاذ القرار حاضرة البديهة التركيز ما كان مشغول في جوال ولا كان بالضبط. فهمت. والحمد لله الحمد لله جت يا أخي ما شاء الله تبارك الله. شلون في جزء من الثانية طبعا شاف الطفل قرر أنه يأخذ هذا الموقف ونفذ في نفس اللحظة ونفذ. لأنه ممكن تجيك الفكرة بس تتصلب ما تعرف تنفذ بالضبط. في لحظات مثل هذه أنتوا شايفين الطفل يعني أنا توقعت أول ما شفت اللقطة حسبتها قطة صراحة من الحجم الصغير. الطفل أصلا شلون جاه في هذا المكان؟ صحيح. وين أهله؟ بالضبط هذه كمان نقطة. وين أهله؟
شلون قاعد يمشي في نص الشارع؟ هذه رسالة. وبعدين ما شاء الله عليه عبد الله مدلول فعلا كيف قدر يتصرف في لحظة نستغل بطل حقيقي. نستغل الفرصة بس للآباء انه بعيد الشر الحوادث تصير في أجزاء ثانية. من الثانية قد يكون الأب انشغل في شغلة يبغى يحاسب الأطفال هذا وقته. طب في شغلتين، الأولى أنه يقال الآن بأنه صاحب السيارة الثانية اللي هو صقعها علشان يحمي الطفل يطالب عبد الله مدلول العنزي ب5000 قيمة الضرر اللي صار لسيارته. صحيح. الناس جالسة تقول يعني أنت أهم شيء عندك سيارتك الآن، أهم شيء الطفل، وأنه مسكين الآن عبد الله مدلول العنزي دخل في مبلغ كان في غنى عنه. تعليقك؟ شوف في نهاية المطاف ما تعرف، خلاص الطفل وتم يعني الحمد لله يعني هذه حياة وأنقذت بس الجميل التكاتف اللي صار، التكاتف اللي جاء في الحسابات. أنا شفت محل قهوة قالوا أنا راح أتكلف بكل الأضرار حقت السيارتين، برافو، ولك قهوة مجانية لمدة سنة. يا سلام. نايفكو نفس الهرجة قالوا راح أتكلف، في شركة عطور قالوا له لك 30,000 ريال، وغيرها من الشركات ورجال الأعمال. من أنت؟ نجم، نجم كمان. نجم صحيح. يعني نجم قال إصلاح السيارتين. إيه عرفت. طب الحمد لله. في نقطة مهمة ورأيكم فيها، اللي يقول بأنه إيش ذنب السيارة الثانية؟ كم ممكن يكون فيها أطفال؟ كم ممكن يكون فيها أسرة؟ كم ممكن يتضرر؟ أنت شلون تقرر إنك تصقعني علشان تحمي طفل؟ هي وأنت أنت لازم تقرر في جزء من الثانية. يعني قدامك حياة. صحيح. على المحك. أنت ما تعرف مين في السيارة. ما تعرف. تعرف إنه قدامك طفل. فيه. أيوه. والسيارة الثانية ترى على فكرة فيها هيكل حوالينها، يعني وهو حاول إنه يهدي، يعني يخلي السيارة الثانية ما تجي بسرعتها، فهي هدت حاولت، لكن الطفل ما فيها كلام، إذا جاء شيء الله يضره كان ممكن. الحمد لله على سلامة الجميع، وفعلا عبد الله بطل حقيقي. خلونا نروح للخبر اللي بعده. من ضمن الأخبار، بعد فيديو مدة 30 ثانية انتحار فتاة البراجيل يشعل مواقع التواصل في مصر. اللي بكرة أموت في حادثة، قولوا لأمي ما تبكيش، وبجنازتي ما تصوتيش، وقولوا لأخواتي إن أنتوا كنتوا أعظم شيء في حياتي في وجودي وفي مماتي، وبلغوا صحابي إن هم يقفوا على قبري وما يصوتوش، ويطلوا كل شوية على أمي وما يعيطوش، ما تكسروش قلبها، كفاية قلبها مكسور في معادي، والعلم عند الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه القضية كانت ترند في كل مكان أمس. قصة إيش حكايتها؟ هي ليش انتحرت أصلاً؟ هو سيناريو معقد جداً. البنت هذه كانت انخطبت لشخص، وعشان الشخص يبدأ في هذا راح تقدم على قرض وطلب إنه هي تكفله، وخلاص أخذ القرض ومشوا. اللي تقدم لها، اللي تقدم طلب منها إنه هي تكفله في القرض هذا. طبعاً. فبعد كذا انفصلوا، ما الله كتب. فهي انخطبت من صاحبه، فلما نعرف هذا الخطيب الأول قام قتل خطيبها الجديد وانسجن، وهي تورطت في القرض، عرفت. كم القرض كان عليه؟ مبلغ جداً بسيط، 20,000 جنيه. يعني بالسعودي كم؟ حول 5,000 ريال تقريباً أو أقل. يعني لا تكفلون آلاف ريال، لا تكفلون أحد، توقف حياة إنسان لدرجة إنه يفكر بالانتحار. غير إنه الرجل الأول هذا قتل الثاني، يعني لا أنت اللي خطبتها، ولا أنت خليت غيرها يخطبها، ولا أنت اللي سددت القرض. صحيح. والضغط الاجتماعي اللي لاقته بالضبط، هذا كمان إنه أنت نحس وأنت خليتي ذا ينسجن وهذا ينقتل وما أدري إيش، ولكن يعني هذا الضغط احيانا الناس يقولوا ما يحسوا فيه. أي. حتى اهله حاولوا ترى. يعني على فكره اقل الشباب يقولوا لي بانه 1500 ريال سعودي، انت مستوعب؟ القرض كان 1500 ريال الله. سعودي هي ما تقدر تسدده، وكان باسم خطيبها الاول اللي قتل الثاني، فراحت انتحرت. شوف الظروف الصعبه. صح. وكلام صح. الناس كمان عليها ضغطوا عليها اجتماعيا، لكن في النهايه لا تزر وازره وزر اخرى. يا طيب، أعتقد يعني ما في أي تعليق على الموضوع هذا. خلونا نروح لفقرة بوست اليوم. شوق الهادي تلتقي في إلهام الفضالة وشهاب جوهر، عنوان البوست عادي، بس الحركة اللي سواها شهاب جوهر لشوق الهادي ما كانت عادية. خلينا نشوف الفيديو سوا. شكرا.
استني ايش في؟ ايش في؟ من جد ايش في؟ كويس وجهها خلع والله والله صاحبك كانت قوية. طيب اعطينا التعليقات اللي جت على البوست هذا. وردة ايش تقول؟ تقول الهام في البيت يعني بعد الهدف تقول ايش حقه تسحبها صوبك ويا وهد اليهد يعني بمعنى وجع يهد الجهد ما بقى الا تحضنها يا شهابه. ما ادري ايش حقه والله. والله ما ادري. بس بعض الناس صراحة ما عندهم تقدير الكافي للمواقف. أم عبد العزيز تقول خير إن شاء الله ليش سحبها كذا بغى يمصعها والله صدق يعني أنا قد صارت لي مع بنتي في سوق ولما رفعت خلعت من جدك إيه في المرفق نرجع نقول زود الحماس مشكلة لا تتحمستك. نورة نون تقول أكره الحركة ومين يحب من يحبها أصلاً من جد خلعت اليد هذه من طيب متابعينا على SBC لا تروحون بعيد تواصلوا معنا خلال الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي إكس إنستغرام تيك توك سناب ولأني أحبكم بعد الفاصل راجع لكم. رجعنا لكم متابعينا على SBC أعلى نسبة مشاهدة في رمضان 2024. معقول؟ مسلسل ما فيه ولا نجم أو نجمة صف أول يتصدر الأعلى مشاهدة ويسبق باقي الأعمال بنجومهم وأبطالهم. طيب مين فتيات التيك توك اللي جالس ينقل قصصهم الحقيقية؟ وهل أثبت هالعمل مقولة أنه لكل شيء من اسمه نصيب؟ هذا اللي راح نعرفه بفقرتنا أعلى نسبة مشاهدة يتصدر نسب المشاهدة. عدة مفارقات خلت مسلسل الأعلى مشاهدة يكون فعلاً من الأعلى بالمشاهدات على مستوى مصر والوطن العربي ويلقى رواج وتفاعل واسع جداً مع حلقاته وإشادات عالية كمان من الصحافة والنقاد الفنيين. ويمكن من أبرز هالمفارقات أنهم اعتبروه مسلسل السوشيال ميديا. بس لا يروح تفكيركم لبعيد وتحسبون أنه مسلسل الترندات مثل ما حاولت تعمل كثير أعمال هالسنة. لا لا، هو مسلسل مستوحى من قصص حقيقية من السوشيال ميديا، والجمهور جلسوا يحللون ويربطون الأحداث والمشاهد علشان يعرفون مين المقصودة بشخصية شيماء اللي أدت دورها سلمى أبو ضيف بالمسلسل. هل هي مودة الأدهم ولا حنين حسام؟ طبعاً بالقضية المعروفة باسم فتيات التيك توك واللي انحكموا فيها بالسجن بتهمة الاتجار بالبشر. ورغم أنه الأغلب يميلون أنها تكون قصة حنين، بس كمان فيه البعض اعتبر شيماء ميكس لقصص الثنتين مع شوية خيال من المؤلفة. أما باقي الشخصيات فمحتاج الجمهور وقت كثير علشان يكشفهم ويعرف أنه نسمة الكاريزما واللي تأديها ليلى أحمد زاهر بالمسلسل تحكي عن قصة سوزي الأردنية، وهبة تاتو تمثل شخصية إيمي تاتو. وعلى فكرة تراها العمل نسائي بحت من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل. وهنا السؤال الصعب، هل فعلا العمل هذا أثبت أنه النص والسيناريو هو البطل الحقيقي في أي عمل؟ دائما وأبدا النص هو البطل الحقيقي، وهذا دليل على النجاح. وفي أعمال أجنبية كثير أثبتت أنه النص هو الأساس، مش لازم يكون في نجم أو نجم شباك يشيل العمل، النص دائما هو الأساس. السؤال المهم هنا، أنا مشهور سوشيال ميديا صارت لي قضية، أنت كمسلسل على أي أساس تنقلها للناس؟ أقدر أرفع عليك قضية؟ لا لا أبدا. ليش تنقل قصتي للناس؟ أنا استوحيت قصتك عشان أوعي الناس. بالضبط، اليوم نحكي عن الرسائل اللي قاعد يوصلها المسلسل هذا، قديش مهمة؟ جدا مهمة، لأنه أتوقع الآن كل أسرة في حرب مع أطفالها على موضوع السوشيال ميديا. كيف شفت الموضوع سام؟ الموضوع مهم، وأرجع للموضوع النص والكتابة، ولا لعل الناس كمان يكون عندها تستهويهم القصص اللي تعرف أنه إما أحداث واقعية أو مستوحاة من قصص حقيقية، فبالتالي يصير مليون بالمئة. صحيح، مليون بالمئة. طيب إذا بننتقل للكوميديا وتحديداً لمسلسل كمان اسمه غريب شوي، خالد نور وولده نور خالد. هالعمل اللي يتناول قصة غير تقليدية يجتمع فيها الأب وابنه بنفس العمر بسبب حدوث فجوة زمنية ناتجة عن انفجار في المفاعل النووي اللي كان يعمل فيه الأب، وأكيد يتخللوا العديد من المفارقات الكوميدية والأحداث الساخرة. طبعاً بطولة الثنائي كريم محمود عبد العزيز وشيكو. شيكو
كيف شايف العمل هذا؟ انا شايف فكره ملفته انه الاب ملفتة والابن يصيرون بنفس العمر. اي الفكره مره حلوه. العمل نزل منه الى الان 6 حلقات، شفت الحلقات كلها انا. بدا باسلوب جدا جميل اول حلقتين، الا كمان معهم الحلقه الثالثه جدا ممتازه. المفارقات اللي قاعده تحصل قاعده تصنع مواقف كوميديه مره حلوه. ولكن الحلقات الثلاثه الرابعه والخامسه والسادسه بدات تحس انه في تطويل. قاعدين يحومون في نفس الدائره. لابد من التطويل. أي أي أي. هذا ولا ما يصير مسلسل عربي. يعني مسلسل 15 حلقه بس تحس انه لو خلوه 8 حلقات 10 حلقات كان ممكن نوصل، لانه الهدف اننا في النهايه نعرف ايش اللي صار وخلى على طاري ال 15 حلقه. احنا جبنا طاري قبل كم يوم على فكره المسلسلات النصف الثاني من رمضان ممكن تنظلم في المشاهد، لانه المشاهد قد جهز جدوله من بدايه رمضان وش بيتابع وش ما بيتابع غير العشر الاواخر. الناس ما هي فاضيه، ممكن تظلم الاعمال هذه. انا من وجهه نظري اشوف المسلسلات اللي بدات في النص الثاني لها فرصه انها تنشاف اكثر. ليه؟ لانه خلاص انت بدات جدولك وكنسلت الكثير. لانه في كثير من المسلسلات بتشوف منها حلقه حلقتين وتكنسل بتصفي. توصل للنص الثاني خلاص انت قاعد بتشوف اشياء خلاص انت مفرغ نفسك لها اساسا. طب نرجع لخالد نور وولد نور خالد. في كثير يقولون انه العمل قلب على مسلسل دارك، بل مستوحى منه وتقليد منه، فعلا؟ لا 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 ابدا ما له اي علاقه بدارك. ما له اي علاقه، لا دارك في عالم اخر يا اخي، في مستوى ثاني. طيب نرجع للعمل، تتمنى لو يصير فيك زي نور ويصير خلينا نقول عمرك بعمر ابوك مثلا؟ لا خليني احش حياتي يا اخي، في يعني اللي صنعنا اللي وصل مننا هذه المرحله، انه عشنا تجارب كثير. صحيح. تختصر مثلا الطفل حيختصر عمره ويوصل لجسم اكبر. تختصر حتصير كانك شخص كبير بعقليه الطفل. خالي من التجارب. اوكي في ناس كثيرين موجودين بعقليه اطفال، لكن هذه اسقاطه قويه. خلونا نختم بمقال على صحيفه الجزيره للكاتبه سهام حسين القحطاني بعنوان الدراما السعوديه الكوما، واللي تساءلت بمقدمته هل الدراما السعودية تقدم شبابنا بأنهم مجموعة من المهابيل، واستغربت من مستوى الأعمال رغم كل المبدعين كممثلين وكتاب. يا ليت تكلمنا أبو سارة عن هذا المقال، رأيك فيه تحديدا. أنا قرأت المقال وهي تقصد، وقد أكون معها نوعا ما في موضوع المهابيل، لأنه إحنا بنقول عليهم مهرجين. فهي بتقصد أنه حقبة طاش ما طاش أسست لموضوع الكوميديا وموضوع الكاركترات اللي أنت بتعيش مثلاً شخصية لها جنسية معينة، شخصية من منطقة معينة، يغلب عليها الطابع الساذج. هل تشوف أنه هو قالب صعب الخروج منه الآن؟ إحنا قولبنا نفسنا في هذا الموضوع، يعني الأعمال اللي صاحبت طاش ما طاش وبعدها حتى المنتجين وقتها يبغون يقولون مثلا نبغى عمل زي طاش مطاش، عمل في نفس النجاح. فظهر معنا مسلسلات ما خلك معي والحاسه السادسه والشباب بيني وبينك. وبيني وبينك المنتجين وقتها كل واحد يبغى يعمل عمل ينافس 100%، واذا نجح شيء الكل يبدا. اوكي فبدات بعض الاعمال يعني تتجه الى التهريج، وهذا اللي خلى الكاتبه تجيب مصطلح المهابيل في الموضوع. لا فيما يخص التهريج راح نتحدث أكثر في وقت لاحق، مهم الموضوع هذا. خليكم معانا، ولأني أحبكم بعد الفاصل راجع لكم. أهلاً أهلاً متابعينا على SBC، رحب فيكم من جديد في وش صاير. الحين خلونا ننتقل إلى فقرة وش صاير زمان. في وجيه وأصوات مرتبطة معانا بذكريات حلوة ومناسبات جميلة، وأهمها ليلة العيد اللي ما كانت تكمل بالنسبة لنا لو ما سمعنا هالصوت. ولا أخلي الكومنت أفتر تعليقكم على هذا الفيديو. يا أخي صوت فعلاً يرجعك لحقبة زمنية وأيام التلفزيون وهيبة المذيعين زمان، طبعاً الدكتور سليمان
سليمان العيسى الله يرحمه، غالب كامل، ماجد الشبل، كلهم كانوا أصوات لها مكانتها وحتبقى مكانتها. طبعا نعتذر عن الخطأ، طلع المقطع بدون صوت، ولكن بنعوضكم الآن. المذيع الدكتور سليمان العيدي صوته طبعا يودينا لذكرياتنا الجميلة، لإعلان رؤية هلال شوال، المفارقة الجميلة أنه التاريخ أعاد نفسه بمقطع جديد للمذيع سليمان بعد 22 سنة. فقد ثبت لدى دائرة الأهلة هذه الليلة دخول شهر شوال هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين صيامهم وأن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا جميعا. ها، حسيتوا بالحنين للعيد ولا لسه؟ الله الله الله. أذكر في الفترة ذيك أول ما يعلن العيد أنت تتجه دايركت للملابس العيد، تخرجها من الدولاب، تتمقل فيها وتجهزها وتنام جنبها. خلاص. وش اللي كان يميز مذيعين زمان؟ يا أخي في هيبة يعني الأشماغ وال يعني الخبر. أنا ما فيني هيبة الآن. أيوة أسلم. الخبر نفسه يا أخي جميل، بيعطيك إحساس يعني قد نفتقد الأيام هذه. يمكن ليلة العيد الأيام هذه غير عن أول، أول لها طعم. وش فيها أشياء ثانية مرتبطة معاكم بالعيد؟ أشياء مرتبطة مع العيد طبعاً، بعد ما يجي الإعلان كل الأغاني اللي تجي على العيد وتشوف البيت يبدون يطلعون الحالة وتنخبص الدنيا. خبصت ما قبل رمضان ترجع ثاني مرة. الجيل القديم فعلاً عنده ذكريات، يمكن الجيل الجديد كل يوم في شيء أصلاً. صح. فما عاد بيبقى لهم. صحيح صحيح. فهي واحدة، أنت حتسمع التلفزيون تحطه في الباك جراوند وتبدأ تعال وروح وين جاي وين ملابسي، وزي الخبصة اللي تصير قبل رمضان ولكن بطابع جديد. وأغاني العيد دائما كانت كل سنة تيجي، فهذه اللي كان. اليوم لا، مع كثرة القنوات، كثرة الأشياء، كل واحد يسمع شيء مختلف. طيب جاهزين للعيد؟ بصراحة شريتوا كل الأشياء اللي تحتاجونها. طبعًا. جاهز؟ جاهزين أكيد. أنت من شعبان جاهز والله. طيب. وصلنا لنهاية. يا أخي ما أبغى أقفل الحلقة، ما بخلص ما بخلص ما بخلص والله، الجلسة معكم ما تنمل. عادي كملي. وصلنا لنهاية حلقة الليلة، لقائنا فيكم بكرة يتجدد على قناة SBC بحلقة ومواضيع جديدة. لا تنسون تتفاعلون معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدرون تتابعون الحلقات على شاهد، يوتيوب، تطبيق الأولى. هذه البداية، غدا نكمل الحكاية.